من هولندا من أجل السلام والإنسانية. وراح أتصل بالكلام، أنا هنا أتواجه نيابة شخصيا على الإنسانية والسلام، وأيضا باسم الاتحاد الدولي للمثقفين العرب برعاية الشيخ أنوار الصباح والأمين العام بسام سويدان وكل العاملين على هذا الصرح الجميل. قصيدتي الأولى، أقرأ قصيدتي واحدة للسلام كتبتها مخصوص لليوم، ما قريتها ما كانت. أمل وأمنية. أمل، أمل سلام تسامت حروفي، أمنية سلام تهادنت كلماتي، فما عاد في قلبي متسع لمزيد من الكدمات. كفاني، كفاني بعيدة عن أرضي وعن أهلي وكل تأريخ حياتي. أما آن لنا، أما آن لنا أن نلملم ونرمم ونرمم أنقاض الأزمات؟ أما آن لنا أن نكسر فوهة البندقية ونستبدلها بباقات من الأمنيات؟ نزفها كل يوم وبكل الحب نشجو أن لا مزيد من الحروب والانتكاسات. ونعدو، ونعدو نسابق الريح ونسمو فوق كل الترهات. فلا حرب ولا جوع ولا موت تفترش بعد ذلك الطرقات. هلموا معي، هلموا معي نكتب التاريخ حبا، هلموا معي نكتب التاريخ حبا ونسمو فوق أثير الصفحات. ونرتقي، ونرتقي بالإنسانية دينا ونأخذ العبر مما فات. وبالتسامح نرتقي، وبالتسامح نرتقي ونداوي كل الجراحات. أليس الإسلام دين سلام؟ أليس الإسلام دين سلام أم إنها مجرد كلمات؟ نص الثاني، العراق. لغز من التاريخ، لغز من التاريخ أنا أيها السيل الجارف، رويدك على بيضة جرفتها المياه. كن رؤوفا، كن حنونا، كن الأمان. اقذفني بربك، اقذفني بربك عند ضفاف الفرات. أيتها الحمامات، أيتها الحمامات، رفقا بروحي، رفقا بجسدي، رفقا ببشرة الناعمة الرقيقة، أنا أسطورة السماء. أسواق نينوى تعج بالنساء، أسواق نينوى تعج بالنساء، حمامة بريش مخملي هبطت تبحث عن قرار. انقذني أيها الواقف هناك، انقذني أيها الواقف هناك، انقذني من براثن الغدر والبيع في سوق النخاسة هذه، سوق التجارة بالنساء. أنا التأريخ، أنا التأريخ، أنا الحكمة، أنا الجمال، أنا من سينقذ مملكة آشور ويخلد مجد بابل فوق أسطر الصفحات. أنا جدران الكلمات. سيغرم بي، سيغرم بي كل من يعرفني، سيغرم بي حتى بعد آلاف السنوات. أنا الملكة، أنا الملكة التي ستخوض المعارك وتبني مهد الحضارات. إلا إنني، إلا إنني أيضا حمامة تحط في ليل العشاق. سأشيد معالما، سأشيد معالما وأرتقي بالبلاد، وأرسم التاريخ خارطة لأجيال وأجيال ثم أجيال وأجيال. أنا البنفسج، أنا البنفسج وعطره الفواح. أنا البخور، أنا البخور الذي لا يباع ولا يشترى وعطره من بعد آلاف الأميال. من أجل الحب، من أجل الحب ما تقلبي، فأصبح غارما غامضا. لغز من التاريخ أنا، لغز من تاريخ خالد محير على مر الزمان. هل عرفتم من أنا؟ هل عرفتم من أنا؟ أنا سمير ميس، أنا سمير ميس، حمامة ليست كالحمامات، امرأة ليست كباقي النساء، حواء الحب، أسطورة عراقية فائقة الجمال، وكنز من معبد التاريخ،
ومتحف الحضارات وكنز من معبد التاريخ ومهد الحضارات. شكرا جزيلا. مرحبا، معك وئام السوادي من العراق هولندا. أنا اليوم حضرت مؤتمر بعنوان الثقافة، ثقافة السلام، للدكتور عصام البدري، وكان المؤتمر جدا جدا رائع والحضور متميز ومختلف وجسر جميل يربط بين الثقافات. واللي جابني هنا هو هذا الشيء، لأن أنا دائما أسعى إلى أن يكون بيناتنا تواصل، مهما كنت أنت فالإنسانية تجمعنا. وأعيد وأكرر شكري الجزيل للدكتور عصام وكل القائمين على هذا الجمع الكريم. تحياتي وإلى لقاء قادم بإذن الله.